لا بأس أن نرد اليوم على كثير من الأسئلة التي هي من محبي المؤتمر ومن مبغضيه، يعني سنطرحها بشفافية. يعني منهم من يقول بأن التكتل للمؤتمر الشعبي العام كان من عام 82 يعني حتى 95، ويقال بأنه أصبح حزب لفئات معينة كما يقال، كيف يمكن الرد على ذلك؟ أولا أسعد الله مساك وضيوفك الكرام وكذلك المشاهدين الكرام. نحن نعلم بأن المؤتمر الشعبي العام ولد في مرحلة كانت الحزبية مجرمة ومحرمة، وانطلق من التحريم إلى التحليل وفتح أفق للديمقراطية، وهو في حقيقة الأمر هو إرث لميراث جميع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة في الساحة اليوم، سواء اليساريين أو القوميين وحتى الإخوان المسلمين الذين تحولوا إلى حزب الإصلاح فيما بعد. كل هؤلاء كانوا شركاء في بناء المؤتمر الشعبي العام من ميلاده وحتى 22 مايو 1990. هذه الفكرة التي تشكلت في حقيقة الأمر فيها من الأمور العجيبة جدا أنه استطاع أن يستوعب الأحزاب الشطرية، جزء من الحزب الاشتراكي موجود في الجنوب والجزء الآخر موجود في المحافظات الشمالية، الأحزاب القومية المتصارعة فيما بينها والمنقسمة على نفسها تنضوي تحت إطار مظلة المؤتمر الشعبي العام، البعث العراقي والبعث السوري ثم بعد ذلك الإخوان ومعاداتهم لبقية القوى الأخرى، تنضم جميع هذه القوى في بوتقة واحدة، بوتقة المؤتمر الشعبي العام. بما يعني وما أقوله بأن المؤتمر حاجة وطنية سواء في تلك المرحلة أو في هذه المرحلة التي نعيشها، هو ليس ملكا للمؤتمريين وإنما كفكرة هي ملك لكل اليمنيين، كونه هذا الحزب لا يمتلك إيديولوجية منغلقة على ذاتها، وهو يستطيع أن يستوعب كل هذا التشظي في إطار واحد. وقبل قليل كنا نتكلم مع الأستاذ حسن العديني ويقول بأنه يمكن لهذه الفكرة أن تعود مرة أخرى حتى ولو كانت بمسمى جديد. اليوم اليمن تحتاج فعلا إلى إعادة هذه الفكرة. أفهم هذه الجزئية أستاذ عادل، دكتور عادل معذرة، يعني كيف إعادة الفكرة بمفهوم جديد أو بمسمى جديد، كيف ذلك؟ الحياة تطورت وهناك تحولات كبيرة جدا سواء على المستوى السياسي وحتى على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي نحن بحاجة أيضا إلى أن نتطور مع هذه التحولات. لا يمكن اليوم أن تعود في إطار حزب واحد في اليمن في ظل هذه القضايا الشائكة التي أوصلت الناس إلى مرحلة من العداء والكراهية وعدم القبول ببعضهم البعض. اليوم ربما مثل هذه المسميات تنفر الآخرين. نحن بحاجة إلى أن نجمع هذه التشظيات في إطار بوتقة واحدة، فلنسميها المؤتمر الشعبي العام أو نسميها مسمى آخر كيفما اتفقت هذه القوى الوطنية، مثلما اتفقت في بداية مرحلتها على تشكيل المؤتمر الشعبي العام. نعم. الذي جاء في لحظة كانت القوى الحية في الوطن العربي والمتطلعة للعمل الديمقراطي تبحث عن عاصمة عربية لكي تعقد مؤتمرها الأول، المؤتمر القومي العربي. نعم. ولم تجد أي عاصمة عربية فانطلقت إلى قبرص، وكان أول اجتماع للمثقفين العرب في قبرص في العام 1982. أكمل فقط هذه الفقرة. حزب المؤتمر الشعبي العام، هذه الفكرة الجميلة والعظيمة، هو كان حزب سلطة، وإذا قارناه بأحزاب السلطة الموجودة في المنطقة العربية سنجد أن هذا الحزب لم يكن قمعيا مثل بقية الأحزاب التي كانت في هذه البلدان والتي يعني قامت في أساسها على مسألة القمع وعلى مسألة مصادرة الحريات الآخرين. المؤتمر الشعبي العام كان حالة منفتحة للقوى، بل أنه حاول أن يكون مظلة لجميع القوى السياسية لكي تمارس نشاطها السياسي تحت هذه المظلة العامة.